السيدات يجون اول شيء اول مهاره صراحه يبغون يتعلمونها اللي هي الرمايه على ظهر الخيل. طبعا اللي يجون ما عندهم احيانا خلفيه في مجال الفروسيه او ركوب الخيل، فمبدئيا يتعلمون ركوب الخيل، اتقان ركوب الخيل، ومن ثم تعلم المهارات الاخرى من على ظهر الخيل. في السعوديه يعني يقال عن المراه القويه، يقولوا عنها اخت رجال وبنت رجال، فان شاء الله يا رب يعني نكون سبب أو مؤثرة على الكثير من الفتيات والسيدات في المملكة العربية السعودية في الدخول في هذا المجال وقضاء الوقت إن شاء الله في الأشياء المفيدة التي تفيدهم إن شاء الله. طبعا الان يعني سبحان الله هي بدت هوايه، بعدين مع قراءتي اكثر في المخطوطات العربيه تحديدا بدات انظر لها كارث خلينا نقول مدفون، واحنا اعدنا الان ابراز هذا الارث المفقود واعاده احياء ونشره ان شاء الله بين ابناء وبنات العرب والعالم يعني ككل.